السلام عليكم متابعي قناة مروان بشار، مرحبا بكم في لا فيديو جديد اللي غادي يكون ان شاء الله من بلاي ليست جديده سوسيتي جينيرال عرض سوجي. هاد لانونس ديجا داروا في التلفازه وداروا يعني في ادس فيسبوك. هاد العرض اللي سميتو سوجي عرض فابور بحال كوترونت، لكن فيه بزاف الامتيازات وبزاف ديال يعني الشروط. يعني هاد البلايص غادي تكون ان شاء الله مختصه في هاد العرض هذا من ا ل ز. شرحنا ديجا سي اش بنك، شرحنا تجاري وفا بنك، شرحنا يعني البنك الشعبي او لا بنك بوبولار. دابا غادي نبداو ان شاء الله في سوسيتي جينيرال كيفاش نحلو الحساب في هذا العرض هذا. اول حاجه خصنا نمشيو نتيليشارجيو ابليكاسيون سوجي من بلاي ستور ونرجعو لاب ستور. نتسناو مع لي تيليشارجا ونرجع لكم. فوالا جايز، من بعد ما تيليشارجينا ابليكاسيون سوجي غادي نديرو اوفرير. فوالا جايز، من بعد ما دخلنا لابليكاسيون هادي هي الانترفاس ديالو الاولى. حنا دابا ما عندناش حساب، كنديرو اوفرير ان كونت. هنا كنديروا نيميرو التليفون ديالنا، من بعد كندوزوا ليطاب الثانيه واللي كنديروا فيها الايميل ديالنا وكنعاودوا نفاليديو الايميل. من بعد كنديروا مود باس خاص بينا. من بعد ما كنديروا كلشي كنفاليديو كيطلع لينا كلشي يعني خدام، كنديروا كونتيني. فوالا هنا كيعطيوك يعني جوج الاختيارات، اما باك ليبرتي اللي هي سوجي ليبرتي يعني بصفر درهم باغ مو، ولا هنايا كدوز يعني الباك الثاني اللي فيها 29 درهم باغ مو. هنايا كيقولوا لك هاد الباك هادي فيها كونت شيك وفيزا كلاسيك وابليكاسيون موبيل، هادي اللي بغيتي تختارها بوحديتها. كنبركو عليها باش نفاليديو هاد الباك هادي، كطلع لينا تحت كونت سير كارني. هنا الا بغيتي حساب التوفير مع هاد الحساب نيت يعني كنت باغيه كتبرك هنايا، وشرط انه يكون عندك حساب مع يعني شركه العامه، ما يكونش عندك حساب توفير اخر. نختارو يعني باك ليبرتي كونت شيك او كونت سير كارني، كنختاروهم بجوج. من بعد كنديرو كونفيرمي. فوالا دوزنا ليطاب ديال فيريفيكاسيون ديال لا كارت ديدونتيتي ديالنا. فاليدينا يعني سيلفي ورقم هادي اللي كتقبل. هنايا كما كتشوفوا نيميرو التليفون ديالنا والكونت اللي اختارينا يعني 0 درهم باغ موا. باك ليبرتي فيها ابليكاسيون موبيل كارت فيزا كلاسيك كونت تشيك او كونت سير كارني، يعني فيها ابليكاسيون خاصه بالتطبيق ديالك. كارت فيزا كلاسيك كتعطيك بطاقه فيزا كلاسيك ناسيونال ماشي انترناسيونال، تشري بها غير ملي سيت المغرب. كونت تشيك يعني حساب تشيك وحساب الدفتر، هادو بجوج بهم كتاخذهم يعني في باك فابور. كنديرو فاليدي ما دوموند. هنا كيوصلنا واحد الايميل فيه واحد الكود، كنكونفيرميو داك الليان، كندخلو داك الليان باش كيتفاليدا يعني الدوموند. من بعد كنبقاو نتسناو عليه تقبل الدوموند ديالنا. اي فوالا اخر ايطاب كنديرو اوكي، كطلع لينا هاد الانترفاس هادي كيقول لك الدوموند اونفوي. هنا كيكون الطلب وصلهم، يعني خصهم غير فيريفيو المعلومات اللي صيفطتي واش مطابقه مع لاكارت ناسيونال ولا يعني كاين شي مشكل. ومن بعد كتسنى حتى كيعيطوا عليك ابل عاديه من الفيكس ديالهم ديال كازا. من بعد ملي كتسالي كيشرحوا لك كلشي كاع لي زيطاب ديال الكونت، كيقولوا لك كاع لي طاريف اللي كاينين في الكونت. من بعد كيصنعوا لك ابل فيديو في واتساب باش كيفيريفيو معاك واش نفس لي دونتيتي اللي عطيتيهم، يعني نفس الصوره اللي سيلفيتي بها هي اللي كتهضر معاهم دابا في لابل. كدير اوكي. فوالا من بعد ما صنعوا عليا يعني ابل عاديه في الفيكس وجاوبتهم وليت عاوتاني دويت معاهم في ابل يعني واتساب، كطلع لك يعني الكونترا ديالك، يعني كيكونوا صيفطوا لك الكونترا ديالك باش تسنيه. هنايا كاع هاد الكونترا دي يعني بي دي اف خصك تقراهم. تقدر يعني ما يعجبكش شي حاجه راه ما تحلش الحساب، يعني كاينين شي شروط اللي شي شويه يعني كيكونوا ما عاجبينكش. بحال دابا انا شي شروط لقيتهم، رغم ذلك يعني حليت الحساب واخا شي شروط ما كانش متفق عليهم، ولكن ما عندكش يعني اختيار، اما تحل الحساب اما تسدو. كتقرا يعني كاع الكونترا وكدير سيني مي كونترا. هنا كاين 13 كونطرا كتقراوها كلها من الاول حتى التالي وكديروا سيني مي كونطرا. هنايا كدير كوشي على هاد العلامه التاليه. من بعد كدير جاكسبت لي كونديسيون يعني الشروط. هنايا كيوصلك واحد الكود في الجيميل ديالك، كيوصلك باغ اس ام اس، يعني اختار من اللي بغيتي انت تاخذه وكديروا هنايا. كيكون فيه واحد 8 الارقام كتختار كديرهم هنا وكدير سيني. فوالا هنايا كتدخل ليدونتيتي ديالك وكدير يعني المود باس اولا البصمه الاصبع ديالك وكتدخل الحساب. فوالا هذا هو الحساب ديالي انا الاخوان. كما كتشوفوا كيتحل الحساب عادي، يعني تطبيق عادي وكلشي خدام في امان الله. هذا ما كان متابعينا الكرام في هذا الفيديو، شرحنا كيفاش تحل الحساب فابور في الشركه العامه او لا عرض سوجي. ويعني الشروط اللي غادي يكونوا هو انك خصك دير اوبيراسيون مره واحده في الشهر، يعني الكونت ما يبقاش راقد كما كنقولوا او لا ما يبقاش يعني جامد ما كيخدمش. خصك على الاقل اما تشري يعني تخلص شي فاكتور ديالك من هاد لابليكاسيون او لا تخرج بكارت كيشي. المهم اوبيراسيون وحده تكون في الشهر باش ما كيقطعوكش 10 دراهم زائد الضريبه اللي كتجيك الاخوان. لذلك لا يحل الحساب راه خصو يعني كل شهر اوبيراسيون، ولو على الاقل دير غير تعبئه من لابليكاسيون. المهم تخدم لابليكاسيون باش الا ما خدمتيش راه كتجمع عليك 10 دراهم زائد الضريبه اللي كيزيدو هما او لا لي طاريف اللي كيزيدو اوتوماتيكمون في الحساب كيبقاو يتجمعوا عليك. بالنسبه لهذا الحساب راه ما تابع حتى شي وكاله،
هذا ما كان متابعينا الكرام في هذا الفيديو، شرحنا كيفاش حل الحساب وشرحنا جميع المميزات ديالهم. من عجبك الفيديو استفدتي وديما كنجيب اي حاجه جديده، ما تنساش دير لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه، ونتلاقى في شرح اخر ان شاء الله اللي غادي يكون تتمه ديال هذه الفيديوهات الخاصه بسوسيتي جينيرال. الى اللقاء.